تنشر مع المقاولة. اليوم أسسنا إلى إشارة انطلاق إنجاز مجمع هيدروليكي مكون من محطتين كبرتين للضخ ومحطة كبيرة كذلك للتصفية. هذه المحطات مع قناة للجر تصل إلى 26.4 كيلومتر. هذه القناة وهذه المحطات وهذا المركب الهيدروليكي بالكامل سوف يقدم خدمات إلى 160 ألف ساكن. هذه العملية ستسمح بتوزيع السكنات الجاهزة منذ 2018، هذه العملية ستسمح بالحفاظ على البيئة، ستسمح بمحاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وأخذ بعين الاعتبار كل المنشآت المتواجدة بالمنطقة لتصريف مياهها نحو سبخة سفيون بعد المعالجة.